ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا للزميل أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا وفي لقاءات تصفيات أمم إفريقيا نسخة رقم 34 التي ستقام إن شاء الله في كوت ديفوار في العام القادم عام 2023 هنا وفي إطار المجموعة الرابعة، أولى لقاءات المنتخب المصري في مواجهة منتخب غينيا في مجموعة تضم أيضا كل من ملاوي وأثيوبيا، وانتهى لقائهم بتفوق ملاوي على أثيوبيا بهدفين مقابل هدف طبعا في هذه المجموعة. يصعد من خلال 12 مجموعة، بيصعد أول وثاني كل مجموعة باستثناء المجموعة طبعا لتضم منتخب كوت ديفوار وهي المجموعة الثامنة، لأن بيصعد منها فريق بالإضافة لكوت ديفوار الدولة المنظمة لهذه البطولة. المنتخب المصري في مرحلة جديدة في رحلة القارة الإفريقية لكرة القدم المصرية مع مدرب وطني جديد هو الكابتن إيهاب جلال. على طول تسديده ترتطم وتغير اتجاهها، ولكن على طول حكم اللقاء مدي لمسه يد، في لمسه يد على حائط المشي، لمسه يد الاولى من عمر المباراه، ودي زيزو ولد يا ولد يا زيزو، احمد سيد زيزو امامنا، بيعجبني اللعيب اللي جاهز دائما، وشوف الضغط العالي، ضغط رائع، برافو ايمن مرموش، نجح في البقاء مع شتوتجارت، سجل 3 اهداف فيها، ودي كره خطيره المره دي نبي كايتا، اول اختبار لمحمد، الكره مقطوعه من نبي كايتا وتدخل وفاول على مرموش، فاول على عمر مرموش، احمد امتياز طبعا زيزو للخلف عبر الصليه، لعبه حلوه قوي لصلاح، لكن يا واحمد سيد زيزو وجود النهارده عمر مرموش يعني مميزه جدا. ادي امامنا التسديده القويه من امام، تسديده قويه، امام يجرب حظه امام عاشور، يجرب حظه امام عاشور، برافو يا امام، برافو يا امام، امامنا سدد كره قويه على طول على يمين دوري ابطال، كره عاليه، هدف اول للونش، راسيه من الونش، الكره اللي فاتت امامنا سجل الونش في مرمى السودان، كان في اطار كاس العرب، وسجل ايضا في مرمى توجو المنتخب المصري، صلاح في المرمى، لكن كره تطلع ركله ركنيه، امام عاشور وفاول، فاول فاول لامام عاشور، ادي امام عاشور اللي بدا يتقل في 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 الاداء وفي المستوى، 5 لقاءات، ادي امامنا انطلاقه، زيزو في مساحه المره دي، هل فيها رايه؟ فيها تسلل، في رايه، ايفينالدو المساعد الانجولي، احمد سيد زيزو، ودي عمر مرموش، مرموش اعدل اعدل يا عمر، عمر مرموش امامنا اهو، سجل في مرمى اندراخت وهيرتا برلين وفي مرمى اوكسبورج، وساهم في بقاء نادي شتوتجارت طبعا، احمد سيد زيزو، ودي راسيه الونش، لكن المره دي على طول تدخل قوي، تدخل قوي جدا، تدخل قوي في اللقطه اللي فاتت مع عمر جابر، تدخل قوي مع عمر جابر في اللقطه، لعب جراسي، جراسي، لكن يا ولد يا ولد، ادي امامنا الونش وحكم باللقاء، بيدي لمسه يد، يدي لمسه يد على الوجه صاحب الراسيه المنتخب المصري اللي بيحاول امامنا انه يدخل في اجواء المباراه تدريجيا، تدريجيا فوز في 60 مباراه، وادي امامنا هنا التدخل وخلق الحوافز او الحافز على الاقل للمتواجد ان شاء الله في الامم الافريقيه في كوت ديفوار، وكادرينيا في المركز الثاني كان فاز 4-2 ثابتة، عمر مرموش يسدد قوية يا ولد يا ولد، لكن تدخل المرة دي، عمر مرموش سجل كرة شبيهة لكن كانت متحركة في مرمى مية، ترتد تسديدة يا ولد، عمر جابر السولية، لكن راية، في راية، في تسلل، هدف أبيض، هدف أبيض، لكن كرة عمر جابر تسديدة قوية الحقيقة من الأول، محمد صلاح يبحث عن التمريرة في العمق، لكن دايما كثيرة جدا في المساحة، خطرة جدا، خطرة جدا، فرصة، فرصة الباري، فرصة الباري، لاعب تنريف بيلعب في الدوري الدرجة الثانية، أخطر كورة في المباراة، كورة بقى يعني إيه ملاوي طبعا قبل مواجهة أثيوبيا في نهائية أمام الوداد كان دخل كلاعب بديل طبعا من عناصر، هل فيها لمسة يد؟ وحكم اللقاء، حكم اللقاء يدي لمسة يد على مختار ديخابي، لمسة يد على مختار ديخابي، حكم اللقاء خدها بالإحساس، محمد صلاح كرة الهدف الأول ولكن ترتد الكرة وفرصة وتتشال ولسه الخطورة قائمة، أدي الفولو والمتابعة، محمد صلاح وفولو ومتابعة من أيمن، تمريرة بينية انطلاقة مصطفى، لكن المرة دي طويلة، اتعملت حلوة الكرة، محمد صلاح يعمل بينية جميلة لمصطفى محمد بالغيني، الكرات العالية أمامنا من جانب كاميرا، خروج على طول مصري، أدي أبو جبل وخروج وتردد لكن يشيلها، برافو، الشمال ومحمد صلاح في الجانب اليمين،
وتدخل وفاول لصالح اللاعب البديل امامنا سيدوبا سيسي. سيدوبا سيسي بيلعب في كره للخلف مره ثانيه تعود وتسديده. هي 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 يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. ادي الكوره ادي الكوره اللي يضيع يستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة حبيت أصور معاكم الفراخ البياضة اللي بتبيض ونتكلم عن أنواعها وإزاي تقدر تجمعي أكتر من نوع مع بعض بكل بساطة كده، وإزاي تأسسيهم صح عشان يوصلوا معاكي لعمر البيض زي ما احنا شايفينهم. الفراخ دي فراخ فيومي ذهبي على فراخ بلدي حر، وكمان كنت حاطة معهم فراخ هجين. طبعا الفراخ ديت علشان توصل معاكي لعمر البيض لازم تأسسيها علف من عمر يوم، علف تركيز 23% من عمر يوم لعمر مفروض 21 يوم، بس عادي انا ساعات بخليهم يتأسسوا عندي اكتر وبدلهم لغاية 28 يوم 25 يوم، يعني مش شرط اقصد ان اليوم بالظبط 21 يبقى تغيري ال 21. طبعا بعد ما بتغيري نسبة العلف بتبتدي تلاقي الفرخ بيتحول معاكي تماما. طبعا انا هنا هشوف هل لسه في بطن ما طلعش، هل لسه في اي حاجة محتاجة مساعدة، فلازم ادور في البط بتاعي كده. هم ما شاء الله مدفين بعض، هم ما شاء الله وامهم مدفياهم وزي الفل. لو مش حابة انك تاخدي البط وتحضني زي ما انا بحضن، تقدري تعملي ايه؟ تقدري انك يبقى عندك عشة صغيرة جدا على قدهم. كان فينا قشر بيضة اهي، هما كلهم ما شاء الله طلعوا من عدا البيضة اللي انا حطيتها ليه للبطة التانية. طيب في ملحوظة مهمة، هنا في البط لو هتشوفوه معايا كده ممكن تلاقوا بط بيرفع راسه لفوق كده وبيهزها، هو ده طبيعي؟ ايوه يا جماعه ده طبيعي، عشان هو لسه طالع، فلسه ما فيش يعني اتزان قوي، ده لسه طالع اهو ما بقالوش ساعه ولا ساعتين. بيفرق بقى لما بتسيبيه بقى طول الليل كده في الكرتونه وتصبحي تاني يوم الصبح تاكليه بتلاقيه بقى كويس وزي الفل معاكي. ما شاء الله عليهم تجربه ما شاء الله ناجحه جدا، انا مبسوطه بيها. ان الثلاث بطات كانوا مع الذكر ودي النسبه اللي طلعت، ربنا يبارك بقى، والبطه الثانيه اللي جنبها دي تطلع على خير ان شاء الله يا رب على خير. والبط اللي في الاوضه الثانيه، طبعا البطه البيضراء ده في الاوضه الثانيه هي وبطه ثانيه ان شاء الله، بس كنت سايبه معاهم الذكر الابيض ان شاء الله برضو يطلعوا على خير ان شاء الله يا رب على خير. انا بصور الفيديو ده علشان كنت اقول لكم على المعلومه ديت، وكمان علشان كل اخواتي اللي قالوا لي احنا بنحب فيديوهات الفأس والخير، يعني بنقول ان في تفاؤل وفي كده جديد وفي امل وفي رزق جديد بيطلع عندنا.